عادت محكمة استئناف طرابلس رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى سباق الترشح للانتخابات الرئاسية في وقت لا يزال المترشح للانتخابات الرئاسية المستبعد مبدئيا سيف الإسلام القذافي غير قادر على تقديم طعن في قرار استبعاده، بعد أن أعلنت مديرية أمن سبها أن محكمة المدينة تعرضت لحصار من قبل قوات تتبع ابن المترشح خليفة حفتر. وهنا أكد وزير الداخلية الليبي عن مخاوف حقيقية من عدم إجراء الانتخابات بسبب عدم القدرة على تأمينها لكثرة الانتهاكات الأمنية. نعلن اليوم بأن استمرار عرقلة الخطة الأمنية واتساع رقعة الانتهاكات والاعتداءات سيؤدي إلى الإضرار بكل جهود الخطة الأمنية، ما ينعكس مباشرة على سير العملية الانتخابية والالتزام بها في موعدها. ورغم الجولات المكثفة التي يقوم بها المبعوث الأممي إلى ليبيا المستقيل يان كوبيتش بين القيادات السياسية في ليبيا، لأن مراقبين يؤكدون غياب الدعم الدولي الحازم للعملية الانتخابية الذي أدى إلى تمادي المشوشين على العملية الانتخابية. لتأمين الانتخابات بصورة دقيقة وبنزاهة لابد أن تكون سيطرة الحكومة على كل المناطق التي ستكون فيها المراكز الانتخابية، ونحن لم نرى دعم من المجتمع الدولي حقيقة في هذا الأمر ولا من الأمم المتحدة. من جانبه دعا سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند جميع الأطراف إلى التهدئة وتخفيف التوترات واحترام العمليات الانتخابية القانونية والإدارية الجارية في ليبيا. أقل من أسبوع يفصلنا عن موعد الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين المقبولين للانتخابات الرئاسية في ليبيا، وسط مخاوف كثيرين من حدوث مزيد من الخروق الأمنية والقانونية ما يهدد نزاهة العملية الانتخابية. رافت بالخير، الحرة، طرابلس.